اسعد الله صباحكم احبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية اينما كنتم، ونرحب بكم اجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. تقبل الله صيامنا وصيامكم باحسن قبول ان شاء الله. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: نوعية الطعام ام من يشاركك الطعام، ايهما الاهم بالنسبة لك؟ ابقوا انا احبتي المشاهدين، خلينا نستمع الى بعض الاراء. واكيد يعني بشهر رمضان الناس اللي يشاركك الطعام يعني هو اهم من الطعام بحد ذاته. صح الطعام هو نعمه من رب العالمين، بس الرفقه والعائله والاصدقاء لهم دور معين بشو مثل ما نقول بالروحانيه اللي يصير بالفطور. هذا الاجواء الرمضانيه الطيبه يعني. نعم، اهم شيء هو المشاركه بالطعام، الالفه، المحبه، جمع الشمل من الاقرباء والاصدقاء والمحبين. الحقيقه هذه تعتبر ألذ من الطعام، ولذلك نستذكر امواتنا ونستذكر الاحبه في الغرب يعني بالمناطق البعيده بالدول البعيده. الى هنا احبتي المشاهدين نصل واياكم الى ختام هذه الجوله الصباحيه. تقبلوا تحياتي وهذه عوده الى الزميلات في الاستوديو.